خرج الحسين في ذلك العام. لماذا خرج؟ ماذا كان هدفه؟ انظروا، نحن نؤمن بأن لهذا الكون ربا، وأن الذي خلق الكون له هدف محدد من وراء خلق الكون، خلق المجرات، خلق الكرات، خلق الإنسان، خلق الحيوانات. رب العالمين الذي خلق هذا الكون لم يكن يعبث، وما كنا لاعبين، عند هدف من وراء خلق الإنسان. ما هو الهدف لخلق الأشياء في هذه الحياة؟ خلق الحيوانات، خلق الحشرات، خلق البحار، المياه، خلق الأكسجين، خلق الفواكه، كل هذه خلقها للإنسان. فالإنسان هو هدفه خلق ما عداه، أي أن الله خلق الأرض في هذا الموقع المتميز وجعلها تدور حول نفسها حتى يخلق الليل والنهار، ثم تدور الكرة الأرضية بشكل مائل حتى تكون هنالك فصول، فصل الشتاء، فصل الخريف، فصل الصيف، فصل الربيع. وكل ما خلقه في هذا الكون ولي ولك، ويقول في كتابه الكريم لكم، خلق لك لمصلحتك، خلق الله ما خلق. فأنت المقصود من وراء خلق ما خلق الله عز وجل، فيما يرتبط بدنيانا وفيما يرتبط بالحالة المادية والإنسان. لا أتكلم عن الملائكة، أتكلم عني وعنك. كل واحد منكم مخلوق بإرادة خاصة من رب العزة والجلال. الله ما عنده جهاز كوبي يخلق واحد بعدين أصنع كوبيات، أبداً. أنت مخلوق بإرادة خاصة من الله، والشمس لك، والقمر لك، والبحار لك، والوديان لك، والغابات لك، والحيوانات لك، والفواكه لك أنت. شنو المقصود من خلال خلق الإنسان؟ لما جاء بنا إلى هذه الدنيا ثم يأخذنا منها؟ شايف أحياناً تشوف الأطفال في ساحل البحر، هذول يصنعون بيت يتعب عليه مرة واحدة يهدمه. هذا شغل اللعب، لكن ما كنا لاعبين. يعني تظنون أنما خلقناكم عبثاً؟ الله ما خلقنا عبث، عند هدف. فجابنا إلى هذه الدنيا وخلق كل هذه الأشياء لنا قبل أن يخلقنا. يعني أنا وأنت اللي الآن قاعدين هنا، قبل 5,000,000,000 عام الله خلق الأرض إلي ولك، وتبقى هذه الكرة الأرضية إلا إذا شاء الله عز وجل 5,000,000,000 عام أخرى. زين، أنا اللي جيت وكل شيء مهيئ إلي، وأرحل وكل شيء يبقى، لماذا خلقنا الله؟ خلقنا لأمرين أساسيين. الأمر الأول ليمتحننا، لنبلوكم أيكم أحسن عملا. الأمر الثاني لنتكامل. يعني مثل ما الطفل حينما يولد، فهو يولد جنين صغير إذا في بطن أمه في الرحم، فمجرد نطفة لا ترى بالعين المجردة، ثم يكبر يكبر يشوب، ثم يبدأ سير النزول إلى أن يموت. التكامل في الروح أيضا هكذا، يعني خلقك الله بروح معين. أنت قادر على أن تربي نفسك، على أن تعلو، على أن تكبر، على أن تزيد، فوق كل ذي علم عليم. سبحان الله، طولنا محدد سلفا. يعني أطول إنسان إيش قد طوله؟ أطول من الزرافة؟ لا. إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. طولك، عمرك، كل أجزائك محددة، لكن فيما يرتبط بالروح مفتوح الأفق أمامك، مفتوح أن تتعلم،
مفتوح أن تكبر في صفاتك الأخلاقية، في شجاعتك، في عطائك، في كرمك، في تواضعك، مفتوح أمامك. كذلك فيما ارتبط بالعلم، فوق كل ذي علم عليم، فوق كل شجاع شجاع، فوق كل كريم كريم، مفتوح. لكن ما يرتبط بالجسم لا، محدد. زين، خلقك الله لكي تتكامل، وأرسل لكل واحد منها، من نقول بشكل عام 124,000 نبي يخلقهم متميزين، خلق متميز إلك وإلي، ويجعل أنبياء يتعبون في هذه الدنيا لمصلحتك، لهدايتك، لإرشادك. زين، رب العالمين يريد لنا التكامل، ويريد أن يمتحننا. يمتحننا بماذا؟ ببعضنا البعض. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة، أنا فتنتك وأنت فتنتي. نوعية التعامل بيني وبينك إذا كان التعامله حسنا فلك الأجر والثواب، لكن إذا كان سيئا لا. زين، ما أريد أتوسع في هذا المجال، لكن أريد أقول الله بعث أنبياءه لأهداف، لهدف. يقول لقد، وكلمة لقد تأكيد، لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط بالعدل، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. ليش؟ وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب. الله يريد من عندك اللباب، ما يريد من عندك القشور، ما يريد. صلاة جميلة من حيث المظهر، قراءة ممتازة اتجاه القبلة، وضوء كامل، لكن الهدف من وراء ذلك هو الرياء، حتى الناس يشوفوك، حتى الناس يشوفوك. الله هي صلاة ما يريد. صوم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، لا يأكل مع حاجته إلى الطعام، لا يشرب مع عطشه إلى الماء، ولا يبحث عن الملذات المحللة له في غير هذا الشهر. لكن إذا لم يكن لبابه موجودا فلا قيمة له. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، الصلاة التي لا تنهى عن الفحشاء والمنكر، لا فرق بين السجود لآدم أو للكعبة أو لحيوان أو لبشر أو لأي شيء، ما في قيمة لباب، ما في اللباب، تعرف من أثره. أنت حينما تذهب إلى البقال وتشتري من فواكه، هل تبحث عن الشكل، عن القشور؟ قشر الموز تشتري، لو الموز تشتري بصفاته، سيارة تشتريها بشكلها أو لأنها تنقلك من مكان إلى مكان، طيارة تركب طيارة من كارتون. أنت في حياتك تبحث عن اللباب. رب العالمين يريد منك اللباب، لا يريد منك القشور، ما يريد. ويريد يعرف أنا وأنت بالغيب، إحنا نخاف الله ولا؟ إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. الأساس غيب، اللباب غيب، المظهر مهم لكن كمقدمة للمخبر. بيت تشتريه ظاهرة جميل، أيضا تهتم بالمدة اللي انتهت قضيت على هذا البيت، تريد البيت جميل وتريد أساسه قوي. زين، الله أراد اللباب، أرسل الأنبياء وأنزل معهم الكتاب وعند ميزان، حتى لا يكون كل واحد يقول أنا صحيح. لا، لازم تقيس نفسك، تقيس الحكم، تقيس الناس بالميزان. مساجد عمار من البناء وخراب من الهدى، شنو قيمته؟
هذا المسجد كبير وايد ناس يحضرون. قال ما أكثر الحجيج؟ فقال الإمام لا، ما أكثر الضجيج وأقل الحجيج. ضجة هواية، العجيج هواية، لكن الحجيج قليل. كم من صائم صائم ليس له من صومه إلا الجوع والعطش، وكم من قائم قائم ليس له من قيامه إلا السهر والتعب. المساجد عمار، الدولة قوية لمن؟ قوة الحاكم. حاضرت قوي مو الناس قوية. يا عمي عدا فتوحات توسع في الجغرافيا وتقلص في الروح، يريد رقعة حكومته تزداد، مو يريد يهد الناس. هذا شنو قيمته؟ دولة قوية مو محتلة، بس الروح وين؟ الناس نفوسها شلون؟ الحاكم لا تعرفه من البيوت والشوارع، تعرف من السجون. روح شوف المساجين منه، هل الذين يدعون إلى الخير؟ روح على المقابر شوف الذين قتلوا على أيدي هذا الحكم كم. الميزان عند رب العالمين غير الميزان عندنا احنا البشر. الظاهر حلو، كان يقف هارون العباسي على شرفة قصره ويخاطب السحاب، امطر حيثما شئت فإن خراجك عندي، هذا هدفه. المهم الخراج مو المهم هداية الناس. ولا توسعة العدل، شوفوا الله عد موازين كل شيء، الله عد ميزان، الله عد ميزان للصلاة، عد ميزان للصوم، عد حتى عد أحكام للمرافق الصحية، 11 حكم عنده شلون تدخل الرجل اليمنى الرجل اليسرى إلى آخره. زين الله ما عنده مبادئ وقيم ومثل وميزان لمن يحكم؟ أي واحد إذا صعد على كرسي الحكم صار حاكم وأنت لازم تسمع كلامه وتعتبره من أوليائك؟ ولي الأمر، يا أمر ولي أمر شهوة بطنه فرجه، ولي أمر منه إيش دا يسوي للناس؟ يحكم طوز بيه وحكمه إيش يسوي له؟ يحكم. شوفوا في عهد يزيد سنة 61 الهجرة النبوية الشريفة، الأمة كانت تتبع حاكم مو يغدر ويفجر بالسر بالعلن. وقال الحسين كلمته: إن أهل بيت النبوة بنا فتح وبنا يختم، ويزيد شارب الخمور راكب الفجور قاتل النفس المحترمة، ومثلي لا يبايع مثله. يقول الله في حديث قدسي: لأعذبن، شوف لام لام التأكيد، النون نون التأكيد، لأعذبن كل أمة دانت لغير ولي من أوليائي وإن كانت الأمة في نفسها بر. الأمة بر لكن تتبع من لم يحدده الله، الله ما عينه لا بالمقاييس ولا بالأشخاص. الآن نحن نعتقد أن الله عز وجل عين لجميع الأنبياء أوصياء ولنبينا أيضا أوصياء. قل ما كنت بالعم من الرسول، ما يصير كل الأنبياء عندهم وصي بس النبي ما عنده وصي. ولم يكن شيئا جديدا، ما كنت بدعا من الرسل، أنا مثل بقية الأنبياء. عين أشخاص زين، هؤلاء الأشخاص ما موجودين، ماتوا غابوا، حدد موازين أعلمهم بكتاب الله كما يقول الإمام علي، حتى تطبق منهج الله مو منهج نفسك وشهوتك ورغبتك وإلى آخره. هل الحاكم وراء، هل الحاكم صالح؟ لا، راكب الفجور قاتل النفس المحترمة، وفيما بعد تجاهر أظهر ما أظهره فرعون، لعبت هاشم بالملك. هذا الشعر مو إله بس هو استشهد به وزاد فرد بيت من الشعر. يزيد كان شاعر قوي في شعره، ولكن والشعراء يتبعهم الغاوون
ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. الناس لازم يصلي بس هو ما يصلي، الناس لازم تتقيد بالأحكام الشرعية هو ما يتقيد. زين، قال لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل. شنو قيمة أنه يعتبر خليفة رسول الله؟ شنو قيمته؟ هذا الشعار وحدة، حرية، اشتراكية. وحدة البعث مزقت كل بيت، واشتراكية الرفاق منون. شنو قيمة هاي الوحدة اللي رافع الشعار وتمارس التفرقة بين شعبك، بين الأمة الواحدة؟ ما هي قيمة الشعار؟ ترى على طول التاريخ كان هنالك من يستغلون شعارات. في بعد الثورة الفرنسية، الثورة الفرنسية قامت ضد الكنيسة، وبعد الثورة صارت مجازر بالألوف، قتلوا 3000 امرأة غرقا. من جملة واحدة اللي جابوها كانوا يخلون الرأس تحت المقصلة، يعني فد حديدة كبيرة كذا تجي على الرأس تقطع، جابوها حتى يعدموها يقتلوها. فنظرت إلى اسم الحرية أو تمثال الحرية، قالت أيتها الحرية كم ترتكب الجرائم بحق الناس باسمك. باسم الحرية يذبحك، شو قيمة الحرية؟ يمنعك، يمنع شعار ديني ترفعه. عمي احنا مذهب معين، عندنا عاداتنا وتقاليدنا، عاداتنا وتقاليدنا هذه اللي تشوفه. يجي فد واحد يقول لا ممنوع، لازم تمشي حسب ما انا اقول. شنو هذا شعارك؟ انا ما علي بي واقع العمل. الريد الحكم كان ظالما، أصلاً وجود الحاكم الظالم على هذا الكرسي وحرام، بقاء كل لحظة حرام. نعرف هذا يوم القيامة، يوم اللي رب العالمين يحاسب الطغاة على كل لحظة من لحظات حياته، ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابي يدوسون علي. صلى على محمد وآله، يدوسون علي، يعني يتمنى، مو إنسان عادي، يتمنى يا ليت كنت تراب. تظلم، تفجر، تفسق، ومن لازم يحاسب؟ انت لازم تحاسب. انت تحاسب نفسك؟ ما تحاسب نفسك. اي شيء اللي تريد تسوي. كان الاسلام موجودا، اسم الاسلام موجود في كل مكان، بس واقع الاسلام. القران كان موجود، لا يبقى من القران الا رسمه، ومن الاسلام الا اسمه. وأخذوا بلدان، وبعض الناس اهتدوا، لكن مو بسبب فتوحات العرب. ذاك اليوم كنت أسمع واحد يتكلم دفاع عن بني أمية، الله إن شاء الله يحشره وياه. حشرنا الله مع الحسين، وحشر من يدافع عن يزيد ومعاوية وبني أمية معه، ويوم القيامة سنعلم من الفائز غدا والأكثر حسدا. يدافع، يقول كانت الدولة قوية، جن قوية تفتح البلدان. شنقيز خان فتح بلدان أكثر من العالم الإسلامي كله. واحد جاي من منغوليا فتح الهند والسند وكل الأماكن، فتح قدسها مثل ما تقدس بني أمية. الله يريد اللباب، الله يريد الأخلاق، الله يريد العدل، الله يريد التواضع. وإذا ذاك والي خراسان قاعد على الفرس ما لديه يمشي، متبخترا متجبرا متكبرا، واحد سلم عليه قال السلام عليك يا فلان، جاب اسمه واسم أبوه، قال لا تعرفني؟ ما تعرفني أنا منو؟ قال له بلى أعرفك، أولك نطفة قذرة، أولك نطفة مذرة، وآخرك جيفة قذرة، وما بينهما تحمل العذرة. أنت منو؟
لازم تعتبره كبير وتعتبره والي المسلمين حتى وإن ظلم حتى وإن قتل. يعني تدافعون عن صحابة رسول الله وتعتبرونهم عدول. يزيد قتل في المدينة المنورة بعد قتل الحسين قتل ألوف من صحابة رسول الله وأباح لجيشه بقيادة مسرف بن أرطاط، يسموه مسلم بن أرطاط، أباح المدينة لهم وتعدوا اغتصبوا 1000 امرأة وفتاة. يطلع الغزالي يقول ما معلوم أن يزيد هو الذي أمر بقتل الحسين، عمتي أمرت بقتل الحسين، من أمر؟ حاكم يزيد على الأقل لازم يدافع، أنا ابن بنت رسول الله، مو ياخذ ما أسرى. شوف إذا أنت تطالع، فالجماعة أكو اشتغلوا على هذه المسألة جميل وجابوا لي في اللوحة تبين الأسارة من وين راح. وداهم من أبعد الطرق، كان طريق قريب إلى الشام، لا وداهم إلى 40 منزل 40 مدينة، وأمر الناس في هذا الطريق أنه كلهم يرقصون ويدبجون تحت الرؤوس، رؤوس أصحاب النبي. زين جابوهم إلى مجلسك، تخلي رأس الحسين قدامك وبقعود الخيزران تلعب بأسنان الحسين؟ هذا خو سواه؟ لا، أنت ما يجوز أن تلعن يزيد وإلا فإنك عند الله محاسب، حرام. جناب الغزالي يقول حتى تعرف الفساد دي وين كان واصل، هذا يعتبر عالم زاهد، يقول لعن يزيد لا يجوز، ومن لعن يزيدا يحاسب يوم القيامة. لكن يزيد ما معلوم أنه هو الذي أمر بقتل الحسين، زين والي ما لا أمر أخذه حاسبه على قتل الحسين. يعني شوف الكذب ما بيصمخ، يلزق بس أقف يوقع كذب، بس يريد يمجد الحاكم، الحاكم بصفته حاكم. يجي واحد ثاني يقتل هذا الحاكم، يقعد مكانه يصير مقدس، القدسية لمن يجلس على هذا الكرسي، القدسية للكرسي. فإذا صار انقلاب عسكري وإجا واحد ثاني استلم الحكم، هم ولي أمر المسلمين، أنا ما أدري هاي ولي أمر المسلمين شلون، بأي موازين ولي أمر المسلمين، بأي مقاييس ولي أمر المسلمين. هذا بالنسبة إلى الحاكم يحكم باسم رسول الله، فليحكم باسم رسول الله، هذا ما يغير يبدل. وبعد الحكم الإسلامي كان عند رسول الله، يعني أي واحد كان يصير مسلم له من الحقوق مثل بقية المسلمين ما دام تاب خلاص. شنو العنصرية؟ ليش العنصرية؟ ليش التكبر؟ تدري من امتحانات الله العظمى امتحان العباد بمسألة التولي والتبري، أي الولاية، أي التكبر. جناب إبليس لعنة الله عليه، إبليس طبعا هذا الغزالي يقول حتى إبليس ما لك حق تلعنها، بس باقي ما أدري المن يقول ما لك حق تلعن. الله يقول الله يلعنه في القرآن، بس أنت ما لك حق تلعن، ما لك حق يعني تقرأ هاي الآية. إبليس وضعك زين مع الملائكة، مع الملائكة، ليش الله عذبه؟ ليش طرده؟ لأنه تكبر. أنا وأنت نفس الشيء، في داخلك أكو إبليس شيطان، وأكو أيضا ملك في قلبك، ملك وفي قلبك شيطان. شوف تتبع ياهو، تتبع الشيطان مع الشيطان، تتبع الملك مع الملك. شوف فطرتك شو تقول لك، الله يحاسبنا على فطرتنا. هذا السارق الذي يأتي إليك ويشوف شوية فلوس طالع من جيبك، أو الهاتف النقال طالع من جيبك ويسحب، يدري هذا عمل مو صحيح، وإلا ليش يخفيه؟ الظالم الذي يظلم الناس يعرف أن الظلم قبيح،
لكن الظلم ظلمات. يعني شنو؟ يعني هذا عين الظالم ينسد، ما يعرف مصلحته ولا يعرف مصلحة الناس، ولا ينظر إلى الجنة والنار، ولا يعرف شيئا من المستقبل. ظلمات. الإمام علي يقول: الدنيا منتهى بصر الأعمى، غمض عينك تنتهي الدنيا. يعني هالمسافات، هالمسافات كلها تطير، غمضت عيني خلاص، هذا هنا، هذا الظالم. يظلم بلا حساب، صادر أموال الناس بلا حساب. ترى أحد الأسباب اللي سببت تمرد بعض الشعوب على الإسلام هي الفتوحات الإسلامية. فتوحات، أدري تقول فتوحات كانت جيدة؟ صدام أيضا فتح الكويت، هم تمجدة. شنو هذا؟ مجرد فتح. أسبانيا وصل المسلمون إلى هناك، والنقطة المشتركة بين الحضارة الإسلامية وبين أوروبا كانت في أسبانيا، اللي تعلموا من عندهم. زين، هذه أسبانيا ليش تمردت على الإسلام وأقاموا محاكم التفتيش؟ لأن الطرف جاي يستعبد باسم الإسلام، جاي يحرر. شنو قيمة أن تسميه هذا تحرير؟ أيام الاستعمار كان احتلال، يسموه استعمار، يعني جايين يعمرون بلادك. مع الاستعمار هذا وين عمرتوا بلادنا؟ الهند. قبل الغزو البريطاني للهند كانت أجمل الدول وأغنى الدول وأفضل الدول، بقوا هناك فترة طويلة من الزمن، 200 سنة تقريبا. يوم اللي خرجوا صارت أفقر الدول إلى الآن، ستوهم دي يقومون، فرضوا الفقر على الناس باسم الاستعمار. هل الحقيقة إذا كانت غائبة المظهر يكفي؟ لا يكفي، الله يريد الحقائق من الناس. ولقد أرسلنا، لقد أرسلنا رسلنا بالبينات. شنو البينات؟ وجدانك، فطرتك، ما يقوله النبي، استمع إليه تشوف فطرتك تقول صح، تقبل بي. يقولون الإسلام انتشر بالسيف، لكن فيما بعد ارتفع السيف. الذين كانوا يبحثون عن الحقائق وصلوا إلى الحقائق. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات، وأنزلنا معهم الكتاب، التشريع والميزان، ليقوم الناس بالقسط، حتى القسط يكون هو العام. وأول قسط يشمل الحاكم وليس المحكوم. بعد وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد. الحديد يصنعون من عنده سلاح، إلى الآن الحديد مادة السلاح، يعني أبسط سلاح في حديد، مو كارتون ولا بلاستيك، حديد. وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. ليش؟ وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب، إن الله قوي عزيز. الله قوي، الله عزيز. كانت أهداف الإمام الحسين واضحة، وقد بيّنها في كتاباته، في رسائله، في خطاباته، فيما دعا القوم إليه. هي أهداف الأنبياء، وعمله عمل الأنبياء. أكو بعض الناس كاتبين بعض الكتب أنه الحسين شنو كان هدفه من قيامه؟ إذا كان الهدف أن يستند السلطة، خماس تلمس. لو الهدف أنه يقتل، فإحنا نزوره، نبكي عليه، نحيي شعائره، حصل على الأجر والثواب. معقول يعني أن الله عز وجل يرسل أفضل أنبيائه حتى يتأذى، بس حتى إحنا بزيارتنا له وذكره ندخل الجنة؟ لا، ما أوذي نبي بمثل ما أوذي، هذا هم لا. فإذا شنو الهدف؟ قال ها، الهدف أن الإمام الحسين خرج بناء على دعوة من الناس في الكوفة، وصل نص الطريق، سمع أن الكوفة انقلبت عليه،
وأن عبيد الله بن زياد انتقل من البصرة إلى الكوفة واعتقل من اعتقل وأجبر الناس وقتل مسلم بن عقيل وهاني بن عروة، وقال ما خرجت إلا وجثة هاني ومسلم يجران بالأسواق، يجرون بالحبال بالأسواق، قاطعين رؤوسهم يجرون بالأسواق. الإمام حسين وصل لهناك قال شو نسوي؟ قال يلا بعد استمر في النهضة. عمي الإنسان العاقل ما يسوي هذا. هدف الحسين وهدف الأنبياء، الأنبياء ما كانوا يبحثون عن سلطة وسلطان حتى يوم اللي يأتيهم السلطة والسلطان يرفضوا ما يردوا. الإمام علي اجت الخلافة على باب بيته، راح سد الباب قال أنا لكم وزير خير مني لكم أميرة، دعوني والتمسوا غيري، لا إلا أنت ما عدنا غيرك. فاستجاب له الحسين سلام الله عليه، استجاب لدعوة أهل الكوفة. ترى هاي الاستجابة بحد ذاتها لقيمتها، رجل يعرف ما جرى على أبيه في الكوفة وما جرى على أخيه في الكوفة، لكن قوم دعوا، استجيب لدعوة مؤمن، استجاب لدعوة مؤمنين حتى في مخاطرة، لكن مو دعوة للضيافة، دعوة لأنهم كتبوا إليه أننا لا نخرج مع الوالي، لا في جمعة لا نجتمع معه، لا في جمعة ولا جماعة، ليس لنا إمام غيرك، نريد تهدينا إلى الحق. استجاب له، إن كان ينتصر لأقام العدل كما أقامه أبوه كما أقامه رسول الله، وإن لم ينتصر يستشهد. الحق الصريع، قال استشهد مع الحق الصريع، الحق المضيع أنا وياه. شوفوا النبي عنده في الرواية كلها جميلة، قال ألا وإن القرآن والسلطان لمجتمعا. الآن في عهد النبي السلطة بيد النبي يحكم بالقرآن، ألا وإن القرآن والسلطان سيتفرقان، يبقى السلطة في مكان والقرآن في مكان. يعني صراحة إذا الآن تقرأ آيات القرآن تشوف الحكومات في هذه الأرض كلها شرقا غربا، هذه الحكومات التي جابها الله عز وجل في كتابه، يعني إذا يطبقون هاي الأحكام الشرعية، لا سلطان في مكانه، وإذا خالفته إما السجن وإما التأجير وإما قطع رقبتك. ألا وإن القرآن والسلطان لمجتمعان، ألا وإن القرآن والسلطان سيتفرقان. قالوا ما نفعل يا رسول الله؟ قال كما فعل أصحاب عيسى عليه السلام. عيسى ما صلب لكن أصحابه صلب، 100 سنة من بعد بعثة عيسى كان المؤمنون به يذبحون يعلقون على المشانق. ما الذي نفعل يا رسول الله؟ قال كما فعل أصحاب عيسى علقوا على الخشب، موت في طاعة الله أفضل من حياة في معصية الله. توقف ويلعب، يقول له خلي يقول تروح الجنة، توقف. الإمام الحسين سلام الله عليه قام لتصحيح الإعوجاج في الأمة، الأمة كلها تروح غلط، هذا الطريق غلط، هذا الطريق لوين يوصلك؟ يوصلك لأنه أي واحد سواء كان يمثل علماء الدين أو يمثل الحكومة أنت تتبعه، ما لك دخل هذا شنو منه. يعني صراحة نحن نتبع النبي وأهل البيت، وحينما يغيب صاحبنا عجل الله تعالى فرجه الشريف نتبع العلماء الذين قالوا لنا، وأما الحوادث الواقعة فرجعوا فيها لرواتها حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله عليكم. وأما من كان من الفقهاء، مو مجرد فقيه تتبعه، مو مجرد يعرف الأحكام الشرعية، وأما من كان من الفقهاء صائناً لنفسه حافظاً لدينه
مخالفا لهواه. هشروا فالعوام أن يقلدوا. أنت ما عندك مرجع تقليد، أي واحد عالم تشوفه تقلد. تقلد في شنو؟ تقلد في أبشع الجرائم، راقة الدم الحرام. قال لك يروح أقتل، عالم قال لي. وحينما أذبح وأقتل أنا في الجنة مدعو عند رسول الله. شنو هذا؟ دين الله عبث؟ لعبة؟ دين. على كل حال، ومن هنا نعرف حقيقة بعد مرور 1385 عاما من مقتل الحسين. نحن في سنة 2046 ما شكل؟ ها؟ 1446. احذف من عنده 61 سنة، صار عندك 1385 عام قبل الحسين قتل. قتل الحسين، شنو هالضجة في الكون؟ شنو هالتغيير في النفوس؟ مجرد علم يبدلوه. وفي زماننا كنا بالليل تنام نجي الصبح نشوف العلم الأحمر اللي هو علامة أن هذا صاحبه مقتول ولم يؤخذ بثأره، صاير العلم أسود، الملايين يحضرون تبديل العلم. شو اللي في الكون ده يصير؟ ليش الحسين بقي؟ لماذا نهضته باقية إلى اليوم وتبقى وتزداد؟ ليش؟ صلوا على محمد وعلى شوية أخذتنا المقدمة. أنا كان يعجبني الليلة أتكلم حول سر بقاء نهضة الحسين، وما الذي فعله الحسين بالنفوس، وليش إحنا نؤمن أن هذه الأمة، الإسلام أقصده مو الأشخاص، في أربع محطات أساسية. المحطة الأولى بعثة النبي، المحطة الثانية الغدير، المحطة الثالثة عاشوراء، المحطة الرابعة ظهور الإمام صاحب الأمر. ليش الحسين يساوى في نهضته بنهضة النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ وتعتبر محطة عاشوراء محطة عظيمة في التاريخ، تاريخ الأمة، تاريخ الإسلام، تاريخ البشرية. ليش؟ إن شاء الله نتكلم في ليلة أخرى وليالي القادمة إن شاء الله حول ليش هذه النهضة باقية وتستمر، ومهما حاول الطغاة أن يمنعوها كانوا يذبحون الأفراد إذا إجوا مشي، يعني لا سلاح بيده ولا خنجر ولا شيء، مشي ده يجي إلى كربلاء يزور المظلوم. كانوا يطلقون عليهم النار عشوائياً في أيام طاغية بغداد. مع ذلك الناس كانت تجي، حار يجون، بارد يجون، مطر يجون، يلغون الطقس. رأيته قبل يوم عرفة وكانت درجة الحرارة قريب 50، وأنا قادم من زيارة الشريفة بنت الحسن فاطمة بنت الإمام الحسن المجتبى سلام الله عليه وعليها، أم الإمام الباقر وأم سبعة من الأئمة الطاهرين. شفت نسوان كان ساعة كانت تقريبا 3 ديجن، طبعا المرأة المؤمنة المتدينة لابسة عباية لابسة بعض الحشيات، على كل حال هو كل هذا يزيد الحرارة، وما في أيضا حسينيات خدمات، ديجون مشي إلى الحسين. شو مسوي بالنفوس؟ أنت دقيقة ما تصبر بالحر، حتى لو تقدر تحصل على فرد جائزة أو تيجي تشتري لك خبز بس ازدعام وحر تدردم، لا هي جاية ولابسة ولا تجي وتمشي وكذا إلى الإمام الحسين. ما الذي غير في النفوس؟ سألني أحدهم العام الماضي
في طريق المشاية، فقال لأول مرة كان يجي، قلت له شنو شفت؟ قال أشوف قوة الحسين، هاي قوة الحسين، بس من وين جايب هاي القوة؟ قلت له بسيطة، الحسين أهدى قلبه لله فأهدى الله له قلوب المؤمنين. أنت علاقتك بالحسين علاقة خاصة، وهكذا فيما يرتبط بالدين، علاقتك بالله مو علاقة لأن الناس يؤمنون بالله، أنت بصفتك الخاصة تؤمن بالله، عندك علاقة معه حتى ولو أن الأرض ملئت كفرا وظلما وجورا، علاقتك بالله، تطلب من عنده، تصلي إليه، علاقة خاصة، عندك علاقة خاصة بالحسين، هي علاقتك. بناء على ذلك تتحمل الحر، البرد، المشاكل. أنا طولت بس أكمل بهاي القصة. أكو واحد يجي مشي شاف له طفل عمره 10 سنوات، قال له كم عمره؟ قال له 10. قال له وين أبوك وأمك؟ قال أبويا توفى، أمي قبل كم شهر توفت. قال له أول مرة تجي إلى زيارة الحسين في 40؟ قال لا أنا جاي. قال له كم مرة؟ قال 11 مرة. قال أنت ما قلت عمرك 10 سنوات؟ قال بلى عمري 10 بس أنا 11 مرة جاي لزيارة الحسين. قال له شلون يصير؟ قال له أول مرة جيت وأنا ببطن أمي، ثاني مرة جيت أنا بحضن أمي، ثالث مرة جيت وأنا بعربانة الأطفال، يواش يواش كنت أجي ويا أبويا وإيدي في إيد أبويا، أبويا توفى كنت أجي ويا أمي، أمي توفت أنا جاي وحدي. هذا رقم 11. يعني طبعا احنا نؤمن، احنا علاقتنا بالحسين علاقة من عالم الذر، علاقة من عالم الذر، فاللي يتكلم اللي يتكلم واللي يخرط اللي يخرط، نحن مع الحسين ونرجو من الله عز وجل أن يوم القيامة يحشرنا معه وفي درجته إن شاء الله. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.